ايوه زي ما قريته بالظبط، حطي المسمار على النار وهترتاحي من غلاء الميه والكهرباء. تعالي اقول لك في فكره النهارده، فكره عبقريه جدا، تابعي معايا الفيديو للاخر بس ما تنسيش اللايك وتشتركي في القناه. تعالي لو عندك ازازه لتر 2 لتر ايا كان، ويفضل كل ما كانت كبيره في الحجم كل ما كان افضل. انا هوريك الفكره على ازازه هنا حوالي لتر ونص، هوريكي قد ايه عمليه، وكل ما كانت فعلا ازازه كبيره كل ما كانت هتبقى افضل. الجزء الصغير اللي انا وريته لكم ده هعمل فيه ثقوب كده بمسمار، مسمار كده هتسخنيه على النار، بس رجاء امسكيه طبعا بحاجه عازله زراديه او بنسه بالمنظر ده، سخنيه على النار واعملي حوالي 3 4 فتحات في اسفل الزجاجه بتاعتنا، يعني كل ما قربتي لقاعده الازازه نفسها كل ما كان افضل، خليكي من تحت دايما. تمام، وهوريكي ليه السبب ده معانا. اعملي هنا انا عملت 4 فتحات بالظبط، تمام زي ما انتم شايفين، 5 كمان تقريبا 5 زي ما بقول لكم، مش هنختلف بس كل ما كانت لتحت كل ما كان افضل. تعالي بقى نملى الازازه بتاعتنا دي ونشوف ايه الفكره اللي انا بعملها دي. انت بتضحكي علينا يا نهى ولا ايه؟ لا يا حبيبتي استني بس معايا شويه وهنشوف. مليت الازازه طبعا، انت هتقولي طب الميه اللي انت بتحطيها من فوق اكيد بتقع من تحت. اه بس هتقع طول ما انت فاتحه الازازه، طول ما الازازه مقفوله الميه مش هتقع. شايفين انا اهي قافله الازازه الميه ما وقعتش. طب تعالي هنفتح الازازه مع بعض دلوقتي. شايفه الجمال؟ شايفه الفكره الروعه دي؟ دي تنفعك بقى لو الميه مقطوعه، بدل ما تندهي على حد يجي يصب لك ميه ولا اي حاجه، لا خزني بقى. عشان كده بقول لكم كل ما كانت الازازه كبيره كل ما كانت افضل. طبعا هنا لو مثلا الكهرباء مقطوعه للناس اللي عندها مواتير ميه، طبعا الكهرباء بتاثر، قطع الكهرباء هنا ممكن نكون محتاجين غسيل مواعين او اي حاجه، دي هتنجز معانا جدا جدا جدا. وطبعا ممكن لو عندك اللي هي القوارير الكبيره دي تعملي الفكره دي فيها وتقفليها كويس في الحمام، تحتاجيها جدا في الوضوء، تحتاجيها في اي يعني فتره تكون المايه مقطوعه فيها تخزنيها فيها للاستخدامات دي، طبعا من غير ما حد يصب ولا اي حاجه. بصوا عملتها قدامكم اهو، غسلت حاجه في الحوض عندي البوله دي وعملتها، بصوا جميله جدا. خلصي استخدامك ليها وارجعي كمليها تاني ميه واقفلي الغطا على طول، فكره في منتهى الروعه، استحق منكم فعلا اللايك، واستحق ان انتوا تشيروها وتنسبوها ليا يعني رجاء. طبعا كل ما تشاركوها كل ما طبعا هتفيدوا غيركم. تمام، طبعا اللي بيشوفني لاول مره ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل، بجد فكره روعه جدا. طول ما انت قافله الازازه الميه مش هتنزل. طيب هي الميه اساسا هي يعني معادله او يعني حاجه ايه فيزيائيه او كيميائيه يعني شويه، ان الهواء اللي بيدخل بيدفع الميه لتحت، يعني الميه بتقل لان في هواء داخل، فانت مغطيه الازازه مفيش هواء داخل، انت خلاص اغلقتيها مفيش هواء داخل لها، بدليل ان انت وانت ممكن بتنقلي الازازه تكوني ضغطتي سنه فهتلاقي ميه نزلت بس لغايه حجم معين، لان برده مفيش هواء كتير نازل داخل عفوا. تمام، فانا شايفين انا كنت برفعها بس ده غطى عليها سنه الميه نزلت، لكن طول ما انت سايباها مفيش اي نقطه ميه هتنزل منها بالمنظر ده. حطيها بقى خزنيها تحت الحوض في الحمام، بجد فكرة عبقرية. استنوا مني المزيد، ما تنسوش اللايك.